الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، معكم حلقة جديدة من مطبخ الشيف رئيسة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل جاتو شاتو بكل أنواعه. في جاتو شاتو بالشوكولاتة اللي أنا عاملاه، وفي جاتو شاتو بالفراولة، وفي بالبرتقال، وفي بالمانجا، في بالطعم اللي حضراتكم تحبوه. فطبعا جاتو شاتو الكيكه بتاعته حسب الرغبه، في ناس بتعملها كيكه سفنجيه، وفي ناس بتعملها كيكه عاديه. اهم حاجه في الصوص، واهم حاجه في التشكيل والحشو. فاول حاجه هنعمل ان شاء الله هنعمل الصوص. انا عامله هنا صوص فراوله وعامله صوص شوكولاته، فهبدا اعمل صوص الشوكولاته. والمقادير عباره عن كوب 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 زيت، كوب سكر، كوب لبن، وكاكاو مبشور، شوكولاته مبشور او كاكاو مبشور، كاكاو خام. فهنبدا نعمل الصوص، وبعد كده هنعمل الكيكه نفسها. الكيكه برضو مقاديرها سهله، في ناس بتحبها بالكيكه الاسفنجيه، وفي ناس بتعملها الكيكه العاديه. في كلا الحالات دي هتنفع ودي هتنفع. هنبدا نعمل بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نعمل الصوص. الصوص عباره عن زي ما قلت كوبايه زيت، ده صوص الشوكولاته. صوص الفراوله نفس المقادير، مع الاختلاف ان احنا هنشيل الكاكاو وهنحط مكانه لون طبيعي وطعم طبيعي بالفراوله او المانجا او الطعم اللي انتوا حضراتكم تحبوه. فهنبدا نعمل الصوص البني، عباره عن كوب زيت وكوب لبن وكوب سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضرب ده لحد لما يدوب السكر، بس بعد ما يدوب السكر هنضيف الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضل اضرب في السكر المقدار لحد لما السكر يدوب، اتاكد ان السكر داب خلاص، يبقى كده مش الكاكاو سهل. بعد كده هنحط عباره عن معلقتين كاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين كبار، كل ما بيكتر الكاكاو كل ما بيكون طعم الصوص حلو. في ناس برضو بتحط مع الكاكاو شوكولاتة مبشورة برضو يمشي يعني. الخلاط فانا ايه كده السكر داب. انا ضربت الزيت مع اللبن مع السكر واتاكدت ان السكر داب، فهحط معلقتين كاكاو برضو ايه، هفضل اضرب فيهم كده، اساعد الخلاط بس عشان ايه يلف المقدار كويس. انا عملت الصوص الاول لاني بعد كده هضرب كيكه الشوكولاته عشان بس الخلاط يكفي الوقت، فانا اضطريت ان اضرب الصوص الاول كده. الخلاط شغال بيضرب، ده بالنسبه للصوص، ده بالنسبه لصوص الشوكولاته. في صوص الفراوله هحط نفس المقدار، ما بدل الكاكاو او الشوكولاته المبشوره ممكن احط نكهه فراوله وطعم فراوله موجود عند العطار عموما، يعني موجود في عند كل العطارين، يعني النكهه اللي حضراتكم تحبوها، ممكن نكهه المانجا، ممكن نكهه البرتقال، في كذا نكهه. فانا النهارده عملت نكهه الفراوله
ومعلش انا عشان وقت الحلقه قصير، فانا شكلتها قبل الهوا، وبرضه هحاول اشكل معاكم الجزء الباقي من صوص الشوكولاته. طبعا الصوص ده خلص، فانا هجيبه كده، وانا عامله منه مقدار قبل الهوا. الصوص الشوكولاته انا عامله منه مقدار قبل الهوا اهو، بيبقى بالشكل ده. هناخد منه جزء من الصوص الشوكولاته، وهنفصل هنقسم الكيكه نصين، هنحط جزء من صوص الشوكولاته في قلب الكيكه بحيث يبقى ايه محشيه من جوه صوص. كده الصوص خلص، فانا هضطر افضيه هنا، هيبقى السمك ده زي ما انتم شايفين. انا ما حطيتش ازود من كوب سكر، كوب لبن، كوب زيت، كاكاو خام او شوكولاته مبشوره حسب رغبتكم. زي ما قلت برضو صوص الفراوله بنفس الطريقه. كده انا ايه خلصت صوص الشوكولاته، هبدا اعمل الكيكه. الكيكه ممكن تعمل كيكه اسفنجيه او كيكه عاديه. لو الكيكه العاديه المفروض ان اقلل كميه الدقيق عشان تبقى هشه وتبقى خفيفه، ما نفرقهاش يعني، ما تبقاش فيها في فرق بينها وبين الكيكه الاسفنجيه. فهنعمل هنضرب البيض في نفس الخلاط، لان كده كده انا هعمل كيكه الشوكولاته، ففي نفس الخلاط مش هيضر الصوص الموجود. وفانيليا طبعا مع البيض ده طبيعي، وهنضرب في الخلاط. هنفضل نضرب في الخلاط لحد لما البيض يكتمل، يبقى الفانيليا مع البيض تمام الخفق يعني. معلش عشان نشوف الخلاط. بعد كده انا ضربت البيض مع الفانيليا، هنحط اللي هو كوب لبن موجود اهو، كوب لبن وكوب زيت، ده للكيكة. انا عملت الصوص، انا حاليا بعمل في الكيكة. وكوب ده كوب ونصف سكر، انا يعني مساوية المقدار قبل الهواء، فكوب ونصف سكر، وهنضرب المقدار ده كويس لحد لما السكر يدوب. اهم حاجة السكر يدوب عشان ما تبقاش فيه حبيبات سكر في المقدار. هنضرب في الخلاط هنا اربع بيضات، طبعا مع البيض لازم الفانيليا، وهنحط كوب ونص سكر وكوب لبن وكوب زيت او سمنه حسب الرغبه، او ممكن زيت وسمنه مع بعض، او زيت وزبده مع بعض حسب الرغبه اللي حضراتكم تحبوها. بعد ما ضربت اللبن والسكر هنحط الكاكاو، حوالي معلقتين ثلاثة كاكاو، يعني نقول ثلاثة عشان يبقى ايه طعم الكيكة حلو. ثلاث معالق كاكاو مع البيكنج باودر اهو، باكت بس مش اكتر من كده، وهيتضرب في الخلاط. وانا هساعد الخلاط بس ايه هنساعد الخلاط عشان الكاكاو مش جايب تحت. عموما معلش انا عشان وقت الحلقه، فانا اضطريت قبل الهوا بنص ساعه ازوق الحاجات دي زي ما انتوا شايفينها قدامكم على الشاشه،
وجايبه لكم كل المقادير اللي انا عملت بيها وكل حاجه. هنضرب تاني على اساس السكر يكون الضغط كويس. اهم حاجه في المقدار ده السكر يكون داب كويس. انا ضربت المقدار كويس، ضربته في الخلاط. انا بقى هضيف الدقيق، وده قلنا مقدار الكيكة عبارة عن 4 بيضات معها الفانيليا. ده طبيعي التوأم بتاع البيض الفانيليا، لازم اي حتى لو بيضة واحدة لازم نحط لها فانيليا. وضربت معاهم كوب زيت وكوب سكر وكوب لبن، وحطيت معاهم البيكنج باودر اللي هي المادة الرافعة. بعد كده هنصب الخليط هنا. هنصب الخليط ويعني على ما اعتقد ان محتاج كاكاو تاني هنحط له معلقه كاكاو تاني مع الدقيق عادي، يعني مش لازم في الخلاط. هنحط معلقه الكاكاو دي اهي موجوده، ودي 2 كوب دقيق، 2 كوب دقيق، لان انا حاطه كاكاو كتير فمش هيحتاج اكتر من 2 كوب دقيق عشان كميه الكاكاو اللي انا حاطاها. فهنضرب الدقيق وبعد كده هنضرب بالمضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنصبه في قالب زي ده، القالب مجوف، يعني قالب الكيك مجوف من جوه عشان يديك المنظر ده. وبعد ما بنضربه بنحطه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة إلا ربع، يعني 45 دقيقة. أهم حاجة في الكيكة، كتير ناس بتسأل ليه الكيكة بتنزل أو بتهبط بعد ما تستوي، لسبب واحد، إن أول هام ممكن يكون كمية الدقيق قليلة، أو ممكن تكون الفرن باردة. واي كيكه سواء عاديه او اسفنجيه المفروض بعد ما تستوي في الفرن ما نطلعهاش مباشره، لازم نسيبها في الفرن مده سخونه الفرن، يعني تفضل في الفرن وهي سخنه، ما نفتحش عليها مباشره، لان لما بنفتح الهواء بيدخل جوه الكيكه فبيخليها تهبط. فنسيب الكيكه جوه الفرن لحد لما تهدى الفرن خالص. هنجيب الحروف طبعا، حاطه البيكنج باودر هنا باكيت واحد. وبعد كده الكيكه، احنا بنجيب الكيكه بنقسمها نصين. دي انا حاشيه في قلبها مربى، حاشيه في قلبها مربى، ودي حاشيه في قلبها صوص شوكولاته من نفس الصوص، يعني دي حاشيها مربى ودي حاشيه في قلبها صوص بني نفس الصوص بتاعها. طبعا بعد ما بنقسمها نصين ونحط المربى او صوص الشوكولاته، بنديها صوص شوكولاته على الوش زي ما انتم شايفين كده. وفي اشكال احنا بنزوق بيها زي دي شوكولاته، او بنزوقها بالكريز، وده الكريم شانتيه طبعا، وانا هوريك دلوقتي حطاه في قمع السيليكون بيديني المنظر ده. هنفضل نضرب كده في الدقيق لحد لما يدوب. ما اخدتش غير كوباية ونص بس دي علشان خاطر الكاكاو اللي انا حطيته في قلب الكيكة، يعني انا حطيت كاكاو في قلب الكيكة فهو اللي يعني ما اخدتش كمية دقيق كتيرة، كمية الدقيق اللي اخدتها قليلة. هنجيب الحروف كده عشان فيها دقيق على الحرف كده الجناب. درجة حرارة الفرن لازم تكون على 180 درجة، ما تزيدش عن كده، ان زادت عن كده تطلع نية ومحروقة.
175 180 درجة، ونسيبها حوالي ساعة إلا ربع، ما نفتحش عليها. من علامات إن الكيكة استوت إنك تلاقي ريحة الكيكة ظهرت في المكان، يعني ريحة الكيكة تبقى كده نشمها من بعيد، يعني ده دليل عن الكيكة بدأت في مرحلة السوى. وبرضو بعد ما تستوي ما نفتحش عليها الفرن نهائي ولا نطلعهاش اصلا، نسيبها جوه الفرن. بتبقى ايه ادي ايه تبقى كده، لازم تبقى سايله كده. طيب تبقى سايله بالطريقه دي، اكتر من كده لا، تبقى مش حلوه، لازم تكون بنفس السوى ده. وبعد كده بنصبها في القالب ده، زي ما انا قلت لكم ان انا قسمتها نصين، الكيكه دي مقسومه في انحشي قلبها، فهنا دي انا كملت السوى بتاعها. فبعد كده انا بشكلها بالقمع ده، حاطه فيه دي عباره عن كريم شانتيه بزبده، كريم شانتيه مع زبده ضربها بالمضرب الكهربائي، وبنعملها كده نفس الشكل ده كده. هذه نفس الشكل ده، مش هيطلع غير بقمع السيليكون اللي هو الايفيدي انا ده. بعد كده ادي الكريز، بنحط الكريز في احمر في اخضر، يعني ايه حسب الرغبه، هنحط الاثنين اللي يرغب ده او ده. دي نفس ال اهو نفس ال كده. في كمان اللي هي حلاوه بتاعت الجاتوهات اللي هي دي، هنرشها على وش ال على وش الكيكة كده، هتدي منظر للي ليه رغبة. ممكن في ناس ما بترغبش الحاجة دي براحتها، برضو في ناس بتحط على وشها سمسم، ممكن في ناس بتحط على وشها فرماسيل ألوان، ممكن يعني كده ممكن وكده ممكن، بس أنا جبت لكم كل الطرق اللي إيه ممكن حضراتكم تستعملوها سواء بكده أو بكده. وده هيبقى الشكل النهائي، هنكملها بس رص كده المنظر بتاع هنا. انا حاطه فرماسيل بني، انا رش على وش الكيكه فرماسيل بني. ادي نفس ال يا رب تكون واضحه على الكاميرا، معلش عشان انا وقت الحلقه قصير، ف اضطريت ان انا افتحها واحشي قلبها، معلش يعني. زي ما انتم شايفين كده بالهنا والشفا، بالهنا والشفا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.